الطريقه بخصوص الطريقه اللي موجودين حنا عندنا في البلد العايش الكوزينات ديالو اللي كيطيب اللي كيطيبوا البحريه كل كوزينات ما كاينش شي جميله نقيه او شي حاجه نقيه او شي حاجه يعني انا شخصيا يعني انا شخصيا كنت كوزين في باريخة طلبت الباترون يجيب لي معدات ديال الكوزينه جديده وقال لي لا ما نقدرش قلت له دي باركي ماشي بحال ديال السبارمان ديال الاجتماع في بالنسبة للركاب ولا كل اللي يبغوا يسمعوا ما فيش